بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم. نواصل مع حلول تمارين الطاقة الحركية الانسحابية مراجعة للاختبارات. في هذا التطبيق راح يدور حول حساب تمرين تاعو، حول حساب عمل القوة. يعني رايحين في هذا التطبيق رايحين نقلعوا طائرة بإذن الله. ها هي الطائرة أمامكم أعزائي الطلبة، راح أتقلع. أولا عندي ملاحظة قبل ما نبدأ، كاين ضاجيج تاع ذراري اليوم السبت وراهم برا من الطاقة، برا يلعبوا ولاد الجيران، لازم يلعبوا. إذا كان ضاجيج يعني أعتذر، معليش. وثانيا قبل ما نقرأ التمرين نطلب منكم حاجة أخي، دايما نطلب منكم إلا حاجة، دايما ما قلتلكم لا خلصوني لا ادعوا لي ربي برك. اليوم جات الطيارة أمامي، والله تمنيت يعني ادعوا لي ربي إن شاء الله ربي يوفقني ونزور بيت ربي إن شاء الله، نزور مكة المكرمة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. نواصل، كامل نتمناها لي والوالديكم وليكم إن شاء الله، كل واحد كل مؤمن يتمنى يزور هذا المكان. قال لك تقلع طائرة كتلتها 70 × 10³ كيلوغرام، كتلة ما عندناش إشكال، من مدرج الطيران يعني من الأيروبور، بعد قطعها مسافة قدروها 900 متر، يعني طائرة في الأيروبور هاي الديماري منها، هاي تمشي بسرعة 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 بسرعة، تلحق هنا تبدأ تطير. هذه هي الطائرة صح، يعني 900 متر صح، حيث تبلغ سرعتها لحظة الإقلاع يعني بعد مغادرتها سطح الأرض 300 كيلومتر في الساعة صح. احنا هنا عندنا كيلومتر في الساعة، هنا كاين تحويل صح. تقدر القوة المحركة المطبقة عليها من طرف محركاتها النفاثة بالقيمة 3.5 × 10⁵ نيوتن. الآن الأسئلة، السؤال الأول مطلوب منك حساب التغير أي دلتا أسي في الطاقة الحركية للطائرة بين لحظة الانطلاق والإقلاع. ثانيا حساب عمل القوة المحركة الموافقة. وثالثا مقارنة قيمة العمل والتغير يعني W وأسي في الطاقة الحركية. ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟ رابعا عليك تمثيل الحاصلة الطاقوية للطائرة بين اللحظتين السابقتين وأكتب معادلة انحفاظ الطاقة. نبدأ على بركة الله بالإجابة على السؤال الأول، وهو حساب تغير في الطاقة الحركية للطائرة بين لحظات الانطلاق والإقلاع. نبدأ سيدي، نبدأ أول حاجة وهي سرعة الطائرة، طوها لنا بالكيلومتر على الساعة. سرعة طائرة علاش أعطوها لنا بالكيلومتر على الساعة؟ أعطوها لنا 300 كيلومتر على الساعة، إذن نحولها للمتر على الثانية، إذن 300 كيلومتر تولي لنا بالمتر في 10³، الساعة 1 × 3600 ثانية، إذن هذه نقدروا نكتبوها على الطريقة هذه 300 × 10³ على 3.6 × 10³، راحت هذه ما هذه، إذن 300 × 3.6 تعطينا 83.33 متر على الثانية صح. إذن تغير بسرعة دلتا او سي، تغير الحركة عفوا، يساوي عندنا او سي دو، او سي دو يعني وين، يعني هاك اي تقلع اي تزيد تمشي حتى هنا قالك 900 متر، وهنا كي بدا تتقلع هنا ها مثلا هنا او سي ا وهنا او سي دو، كي بدا تتقلع هنا كانت السرعة تاعها 300 كيلومتر في الساعة، كي لحقت هنا بدات 300 كيلومتر في الساعة طا
طارت الطائرة. إذن بدأت من السكون هنا، يعني بدأت المحرك وبدأت المحرك بدأ نوض البيلوت المحرك وبدأت تقلعها بالعقل بالعقل تزيد تزيد حتى طارت صح. إذن E C 2 ناقص E C 1 أي تساوي ماذا؟ تساوي هذه E C 2 اللي هي نصف M V مربع ناقص الصفر، لأن E C 1 كانت تساوي الصفر اللحظة، و E C 2 كانت تساوي نصف M V مربع صح. ودائما نقول لكم باش تفرقوا بين الحجم V وبين V السرعة، دائما السرعة دلها هكذا، اكتبها هكذا باش تفرق بينات ما تخلط لكش صح. نواصل. إذن واش تساوينا؟ تساوينا نحونا هذا الرسم بعد ما نصححه. إذن تساوي نصف، عطاونا الكتلة شحال عطاوها لي؟ 70 × 10 قوة 3 كيلوغرام، تبقى كيما راه. إذن في 70 في، لأن الكتلة بالكيلوغرام، 10 قوة 3. السرعة حسبناها صبناها هاي ليك 3 ولكن مربع، إذن 83.33 مربع، إذن أعطتني 243 × 10^6 جول. إذن ها هو تغير السرعة صح. السؤال الثاني، طلبوا منا حساب عامل القوة المحركة الموافقة صح. ثانيا عامل، عفوا، عامل القوة الموافقة، أنا عندي قول قوة المحركة لأنها بوزيتيف، الطيارة راح تطير راح تنقل بالمقلوب. زيد إذن عامل القوة أي عامل قوة F يساوي F في D، أي يساوي F واش قالونا كذا من طرف محركاتها النفع تقدر القوة المحركة، هاو قالها لك القوة المحركة. إذن على ذلك كتبت عامل القوة المحركة المطبقة عليه من طرف محركة النفع 3.5 × 10^5 نيوتن، تبقى كيما راهي ما نحولو والو، يعني 3.5 × 10^5 في المسافة 900 متر، تبقى كيما راهي. إذن تساوي 315 × 10^6 جول صح. هذه عامل القوة المحركة. ثالثا قارن قيمة العامل والتغير، يعني القيمة اللي صبناها بالسؤال الأول والقيمة اللي صبناها بالسؤال الثاني في الطاقة الحركية، ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟ ثالثا نجو نقارن صح. لدينا أي دوبلو في أف، أي عامل القوة على من القوة المحركة على التغير في الطاقة الحركية، طاقة حركية انسحابية في التمرين هذا، تساوي هذه 315 × 10^6 وهذه 243 × 10^6، هذه مع هذه إذن تعطينا 1.3، دورت العدد إلى 10^-1. إذن ماذا نلاحظ هنا أعزائي الطلبة؟ نلاحظ أن عامل القوة المحركة أكبر من تغير في الحركة. إذن نلاحظ أن عامل القوة المحركة أكبر من التغير في الطاقة الحركية صح. إذن هذا واش يبيننا؟ يبيننا أن هناك قوة مقاومة للحركة. علاش؟ لأن التغير العامل أكبر، راي تبذل بجهد كبير، إذن كاين قوى محركة. إذن مما يبين
أن هناك قوى مقاومة للحركة وهي قوى الاحتكاك F. ما تنساش أن الطائرة عندها احتكاك مع الهواء مع الأرض، إذن ويكون أي التغير في الطاقة الحركية يساوي عمل القوة المحركة زائد عمل القوة المقاومة لهذه F ماجسكول وهذه F مينيسكول، الحرف الصغير الحرف الكبير، يعني يكون التغير في الطاقة الحركية مساويا لعمل القوة المحركة زائد عمل قوة الاحتكاك المقاومة. وبالتالي وبالتالي ماذا نستنتج؟ قال لكم ماذا تستنتج؟ هذه واستلاحظ. وبالتالي نستنتج ماذا؟ أن عمل القوى المقاومة يساوي دالتا من هذه، خرج هذه دالتا سي ناقص عمل القوة المحركة. هذه عمل القوة المقاومة وهذه عمل القوة المحركة، إذن تساوي، يعني استنتجنا عمل القوى المقاومة تساوي ماذا؟ تساوي عندنا 243 في 10 قوى ناقص 6 و 315 في 10 قوى ناقص 6، نكتبهم على الشكل التالي، أي 243 ناقص 315 في 10 قوى 6، عفوا 10 قوى 6 لأنها نديرها عامل مشترك، إذن تساوي ماذا؟ ناقص، نصيبها بالناقص، ناقص 72 في 10 قوى 6 جول. ناقص يا اخي قلت لكم في الملخص انه كي نصيبوها بالعامل نصيبوه من ناقص عامل مقاوم، نصيبوه بالزائد عامل محرك، اذن هذه عامل مقاوم. لاحظ هذه صمناها موجبة زائد، اذن عامل محرك، هذا عامل مقاوم. رابعا طلبوا منا تمثيل الحصيلة الطاقوية للطائرة بين اللحظتين السابقتين صحة، وكتابة معادلة انحفاظ الطاقة. إذن رابعا تمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة. إذن معادلة انحفاظ الطاقة صح هي ماذا؟ هي E، عدد انحفاظ الطاقة هي E سي A زائد E بي بي A زائد العمل الميكانيكي المقدم تساوي E سي دو، هذه عند في البداية كي بدأت، هذه عند الإقلاع زائد E P P 2 يعني الطاقة كامنة الثقلية صح. هنا أعزائي الطلبة الطاقة كامنة الثقلية تكون منعدمة لماذا؟ مكاش لماذا؟ لأن الحركة تتم فوق مستوي أفقي تتم فوق مستوي أفقي، إذن تكون الطاقة الكامنة الثقالية للطائرة منعدمة لأن الحركة الطائرة ما يشبه الفوق ولا راهي تحت الصراع، التمرين كامل صار مني بدأت حتى المكان اللي قلعت فيها، يعني من نام الأ للبي صار هنا، إذن راي فوق مستوي أفقي، إذن هنا
ما عندناش طاقة كامنة ثقالية، راهي منعدمة، لأن الحركة تتم فوق مستوي أفقي. صح. إذن هنا النحو كامل هذه أو بي بي، هذه تتنحى تساوي الصفر وهذه تساوي الصفر. إذن واش تولينا؟ تولينا أو سي أ زائد العامل الميكانيكي المقدم. وشن هو؟ هو عامل القوة المحركة ناقص عامل القوة المقاومة، هذا هو عامل الميكانيكي. إذن تساوي أو سي تو، دبليو أم تساوي دبليو أف مو دبليو أف مينيسكول. صح. حيث هذا الدبليو أف قلنا هو ماذا؟ هو عامل القوة المقاومة للحركة. الآن نمثل الحصيلة الطاقوية. إذن نرسم هذه ومن بعد ندير قلم أسود أحسن، نرسم العمود هكذا ومن بعد هكذا، طيب نعوجها. برضو شربت قهوتي اليوم، راني سبحان الله العظيم. هلا ايوه، عندنا هنا بون الطائرة، وعندنا هنا او سي ان، وعندنا هنا او سي دو. عندنا العامل يعني العامل الميكانيكي المقدم اكتسب هنا. ايوه هنا عمل القوة المحركة، وهنا عمل القوة المقاومة. هذه هي الحصيلة الطاقوية، وإن شاء الله أعزائي سنواصل مع حلول، يعني راح نوصلكم مع حلول، نزيدكم تمرين ولا زوج، وبعد نديروا نماذج اختبارات. إذن أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم في حل تمرين آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.